يقول في سؤال آخر: عند دخول المصلي للمسجد يجد المصلين أحيانا قد فرغوا من الصلاة، فهل يصلي مباشرة صلاة الفريضة أم يصلي قبلها ركعتي تحية المسجد؟ إن كان ينتظر الجماعة أو يظن يعني أنه ينتظر ويصلى ركعتين نافلة لانتظار من سيأتي فهذا أحسن. أما إذا كان لا يرجو قدوم أحد ولا يعلم أن هناك من سيأتي فإنه يبادر بالصلاة وتكفي عن تحية المسجد. نعم.